سجلت مملكه البحرين انخفاضا في أعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. هذا وقد أعلنت وزاره الصحه في آخر إحصائيه لها تسجيل 80 حاله قائمه جديده. منها 21 لعماله وافده و36 حاله لمخالطين لحالات قائمه، إضافه إلى 23 حاله قادمه من الخارج. في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 43 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 612 حالة